الحاجات دي. اخر حاجه بقولها ان كان في من شهر ونص شهرين الناس خدت الرخصه ايه؟ تخيلوا حضراتكم ان ما خدوش الشهادات دول لسه ما خدوش الشهادات لغايه دلوقتي لم يستلموا هذه الشهادات بسبب حاجه يعني هي على السيستم اتوجدت بس الشهاده ما اتبعتتش. لكن الشهاده ما اتبعتتش عارفين ليه؟ انه لم يكن للاتحاد المصري لكره القدم مديرا فنيا يمضي نعم يوقع على يوقع على السلام ولا على الشهاده؟ لا على الشهاده او او بالاستلام يعني دي كارثه يا كابتن حسام. ايوه فالاتحاد الدولي قال لهم لا احنا مش هنديكم شهادات غير لما يبقى في اسم مدير فني على يعني ده حاجه بسيطه جدا عشان حضراتكم تبقوا عارفين هذا الامر. عموما خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هاخد راي اساتذتنا في وكباتننا في مباراه الافتتاح الدولي بالنسبه للنادي الاهلي ما بين النادي الاهلي والنادي المصري غدا ان شاء الله في تمام الساعه 7. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع ناخد رايكم.